وكذلك يعني خوف المراجع ليش ما يصلون جمعة؟ ليش تيجي تعتب عليه بس حبيبي؟ ومن يدعي الاجتهاد ومن يدعي الكذا كله قاعدة ببيوته، شش معنى يكون بس أنا أصلي جمعة يعني الباقي كلهم ما أصلي؟ حتى أكو بعضهم يدعون إحنا من الحوزة الناطقة وهم ما يصلون، إيش معنى بس مقتدى يعني؟ مع أنه صلت 60 إلى 70 جمعة، أنت تيجي تعتب على اللي مصلي لو تيجي تعتب على اللي ما مصلي أصلاً، خلي يطلع يصلي ويخطب. سيد الناس تحبه. يعني ادري انا ما اقول تحبني، تحبني قاعد هنا او من مثلي قاعد هنا انا ويستقبل قد ضيوف يعني اكيد هذا اذا كلش كلش استقبله بالاسبوعين او ثلاثه فد وفد وسياسي يعني بس حتى اكاديمي ما يستقبله مع ذلك اي فرصه اي مجال شويه اللي يتحسن اكو قلوب سوداء هوايه حبيبي ان شاء الله من تنزال عنها الغبار بالخدمه ممنون